جال الكليله كيف تصنعوها؟ كيف تصنع الكليله؟ نديروا البنك يقول خاطر صح عاد بايت ولا ظاهر نطبخوا شويه شويه وتبطر ذاك الخيش اللي نديروها تبطر معها كاع يبطر وكي تبطر معها نشربها تيبس هاي نفتبها ونشربها تيبس لا نشرب يبس توليك ليلة توليك ليلة لمن يستعملوا هذاك ليلة لمن؟ كادر المرضى ونديروا فيه كان رنخناها فنسخوها ونرنخوها هذا ما ربع التمر وانا دوينا تجيب على التمر هي تحفز مع التمر التمر اسمها؟ زريزة 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 والرفيس كيفاش يجي؟ الرفيس كيفاش تصنعوه؟ الرفيس كيف تصنعوا؟ دعشة تتهمك هم ليش ما لا 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 الرفيس لا لا ما هو ما رأي هذاك أنا يسخصي فيه قبلك الرفيس الكليلة أنا عرف لك كيف تصنع الرفيس كيف تصنعوا؟ خبزة خبزة ما نعجنوها بس قبل دقيق بعد ما تحدش الفوريات أو نخبزوها ونحطوها في فصل التمر ونديروها تحت قلنا الرفيس والرزيزة وشين الحوايج اللي تصنعوها الأخرى؟ وش حيو كاش حوايج أخرى؟ كعبوش زيدي قاع اسمها ولا أعطنا الأسماء توعها هاي اسمها الرفيس الرفيس والكعبوش واللي يقولوا له البقعوالة ذاك فاي صنع البقعوالة الوريد حيدا نقوها من الألف من الأقار ذاك ونديروا فيها راس الحانوت ونقولوا ليه رق ونديروا لها الدهان والوالد ها مع الدهان يا قشي هو بالبلاد هو كلش بالدهان هم والله بلاش تتك البلاد بلاش ما تحلاش الوالد تكا نشبع القلب ما ياكلها ما ياكلها شيء